Il manquait un peu de sel. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضورنا في هذا الصرح الرياضي عن طرب بنو شداد اللي يحتضن اليوم بتنظيم من رابطة ركاب الوهراني لولاية وهران، ويجمع يعني جميع الرابطات، يعني معظم الرابطات الجزائر كاملة، اللي يعني يحتضن حوالي يعني 300 فارس و265 حصان اللي حضروا في هذا يعني المسابقه، ومسابقه اللي يعني استفادت منها يعني حوالي 31 رابطه من يعني القطر الوطني، وهذا ايرت يعني الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي استفادت منها وهران. واليوم نشوفوا باللي الجزائر كامله تستفيد من هذا الصرح الرياضي. إذن حضرنا دورة وطنية لقفز الحواجز في نادي ركاب الوهراني، مسابقة شارك فيها يعني عدد كبير من الفرسان والفارسات من القطر الوطني، 263 مشارك، هو اللي شيء للاتحادية شيء إيجابي، خاصة يعني هذا الانطلاق هذا الموسم يكون يعني انطلاقة بقوة، وبعد يعني وقوف بعد الأسابيع بعد لعب البحر الأبيض المتوسط نعاود نرجع في منشأة مستوى تسمح للفرسان أنهم يعني يحضروا جيدا لنهائي البطولة اللي راح نعاودوا نرجعوا في شهر نوفمبر، تكون في نفس المكان. يعني التنظيم محكم يبشر على خير، نظن يعني هذا الآثار الإيجابية تاع الدورات الدولية اللي يعني جعلت اليوم من جمعية ركاب الوهراني أن تتحكم في تنظيم هذا النوع من التظاهرات. 21 سينيور ركبت اليوم وراني ربحت الحمد لله. تري بيان تري بيان باسي الحمد لله. قوية وي مستوى والحمد لله. الحمد لله يا ربي، كانت المسابقة منافسة شوية، كانوا بزاف دخلوا واحد 50 كافالي، الحمد لله يا ربي، باركور شباب، تيران شباب، الحمد لله وربي يوفقنا درنا مرتبة ثالثة. العقوبة إن شاء الله، العقوبة إن شاء الله المرتبة الأولى إن شاء الله. تحضيراتكم للبطولة الوطنية؟ رانا نجهز ورانا معها غير بشوية، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نطلعوا في المستوى ونتقدموا إن شاء الله. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.